تحياتي لكم واهلا وسهلا فيكم ومسا الورد والفل والياسمين على كل عم بيحضرونا اليوم بحلقه جديده من صحتين وهنا. حلقه رح نرافقكم فيها على مدار الساعه وربع بضلني ما عم بتعود انها ساعه وربع، مصر انها تكون ساعه ونص، ويا رب تصير ساعه ونص. رح نكون معكم اكيد بالساعه وربع لحتى نقدم لكم وصفات كثير طيبه. وبطله الحلقه اليوم معانا المتميزه شيف هانيا. كيفك فنتا؟ الورد مسكاكي دائما فنتا، هيك بتيجي طاقه ايجابيه لازم. وبتيجي لابسه اشياء حلوين. اليوم صراحه كثير حلوه اللي لابستيها. ثانك يو شكراني، بصراحه هيك رايقه كلاسي. طبعا شكر خاص للي عم بتلبسني كمان هاي العباية. لهذا الاسبوع رح تلبسني الاء نزال، اكيد ديزاينر اردنيه وكثير بحب انا كمان عباياتها ولبسها. وعندها كمان حتى شغلات بتكاجوال وفورمال غير العبايات، فانه عندها اشياء كثير حلوه اكيد. عن جد انها حلوه مميزه ما شاء الله، مبروكه. شكرا كثير لك صراحه شكرا. حلو احنا قديش في عنا اشياء بالاردن تميز صح. بالصناعات اللي 100% عنا. صح، والفنون وهذا ابداع ابداع شديد 100%. انا بوافقك الراي لانه عنا طاقات حلوه قاعدين صح. عم يفرغوها شبابنا وبناتنا ببزنس عم بيكون كثير مزدهر وحلو، وعم نشوف منهم كمان اعمال عن جد حلوه. فيسلموا ايديها اكيد الاء ولكل قاعدين عم بيشتغلوا البزنس الخاص لهم، عن جد الله يوفقهم. طيب شيف هانيا، اليوم انا عبايتي ابدا مش لابقه للاكلات بس لا مش مشكله، رح نلبقها اخضر دائما اخضر بيلبق لكل شيء صح ممكن لون الارض هو صح مزبوط لون الارض لون الهيك. انا اليوم هيك اقترحت قلت بدي اعمل هيك وصفات اعملكم وصفات هلا بعد 16 رمضان ان شاء الله بنعاد عليكم كلكم بالخير، بكون الواحد هيك بده يشكل. فاليوم عملت لكم اكل يوناني مع لطشه على العربي الصراحه على اكلاتنا احنا. مصطلحاتنا الشفات. يعني احنا بنقولها بينش يعني او تويست يعني تويست اوف هيك شيء غريب حلو. فعملت لكم شيء يوناني اللي هي الموساكا اللي احنا بنقولها المسقعه حلو، وعامله كمان سمبوسك بس عملته بطريقه يونانيه اوكي، يعني الحشوه حتى الحشوه فيه يونانيه، والفتوش اللي عاملينه كمان عملت لكم فتوش يوناني حلو كتير صراحة. هيك هي أفكار من عندي، يعني قلت هاد مع هاد مع هاد بيطلع زاكي بيطلع فتوش يوناني. هلأ اللي بسأل بقول شو عقدة شيف هانيا برمضان؟ تقول كومي سمبوسك اليوم رح نعمل سمبوسك ولكن بحبه طريقة كتير مختلفة. بحبه كتير فانيتا بس يعني ما بقدر ألف أكتر من 20-25 وحدة وبعدين خلص، يعني بحس حالي خلص بدي رح أعمل إشي تاني 100%. شيف هانيا كنا نتناقش أنا والشيف خميس أنه زهقنا الأكلات وبلشنا نعمل أشياء خفيفة لطيفة برمضان مزبوط، ولا لسه ما زهقتوا انتم بالبيت؟ لا احنا ما زهقنا لانه احنا عم نعمل بالاسبوع مرتين اكلات هيك دسمه منيحه، وباقي الايام بتكون اشياء يا اما بنحط سنده مع الباقي يا اما بنعمل شيء خفيف، يعني بده الواحد شيء هيك خفيف. ممتاز اكيد طبعا شيف هانيا. وراح اذكر المشاهدين قبل ما نبلش بوصفاتنا، راح اذكركم انه في عنا جوائز مقدمه، جائزتين من فاسترن، وعنا جائزه مقدمه كمان من كرم من زمزم، وعنا كمان جائزه مقدمه من بلانت دونات، وما بدنا انه في ما بدنا ننسى انه في عنا كمان جائزه مقدمه من سبا كندا بقيمة 60 دينار. فشاركوا معنا، كتفوا مشاركاتكم وتعليقاتكم على صفحتنا على اللايف على الفيسبوك لحتى تربحوا كل هاي الجوائز أكيد. وإحنا هلأ رح نبلش معكم بالوصفات. أول وصفة المساكة، مساكة أو مسقعة؟ لا المساكة. يلا أو مسقعة البتنجان. في عنا 4 حبات بتنجان، 4 حبات بطاطا، زيت من الكرم، 500 جرام لحم مفروم، بصل مفروم، 3 سنان ثوم، 4 حبات بندورة، مغلف مرق من زغلول، 2 كبار معجون البندورة، ملح وفلفل أسود، والبهارات اليونانية من أصول الكرم، وكل البهارات كمان معنا من محمص ومطحنة أصول الكرم. عندنا اليوم للصلصة كمان لصلصة البشاميل تحديدا 3 أكواب حليب من الكرم، 2 كبار حليب بودرة من الزين، وعندنا 3 معالق كبار طحين، 3 معالق كبار زبدة، بيضة، ملح وفلفل أسود وجوز الطيب، وكوب جبنة موتزاريلا، وكل البهارات برضو مقدمة من محمص ومطحنة أصول الكرم. مع
معك أظن دقيقة لأنه بعد شوي رح أقول لنا طلعين فاصل. طلعين عالفاصل. طب خليني أحكي بسرعة قبل ما تخلص الدقيقة. هلأ عشان نعمل البشاميل زي ما عودناكم من قبل رح أحط زبدة رح أنزل عليها الطحين رح أحمصه شوي وبعدين رح أنزل عليه حليب. أنا اليوم مستعملة حليب الروابي من الكرم زمزم. رح أستعمل 3 كاسات منه وعشان بدي البشاميل تبعي يصير أتقل وأتقل كمان. هيها فأنا رح أتقله كمان رح أحط معه من حليب الزين حليب البودرة رح أحط عليهم زيادة وأعمل عندي البشاميل. أكيد فهي أنا هني رح أشتغل فيهم بس عشان إذا قطعنا هاي إذا رحنا لفاصل يعني شكلنا مش رايحين لفاصل لسه هلأ فبدنا نحكي طبعا شكرا لحليب الروابي. أكيد حليب في عندهم كامل الدسم وأيضا قليل الدسم اللونه أحمر هو قليل الدسم وفي عندنا كمان حليب الزين هو حليب في منه حليب بودرة طبعا حيواني وأيضا عندهم نباتي فهذا الحلو بالموضوع كمان إنه عندهم حليب نباتي. صح مزبوط. طيب شيف هانيا هلا رح أحمص الطحين رح أحمص الطحين ورح أحط عليه الحليب. أنا كنت أقول لك بس تذكير سريع لكل اللي بحضرونا إنه كيف ما يكبتل البشاميل معاهم بدهم يضلوا عينهم عليه يعني هلا بدكم بدكم تحمصوا الطحين مزبوط هاي زي ما أنا رح أعمل هلا بدكم تحمصوه مزبوط إيدكم بدها تضلها عليه على طول بس ننزل عليه الحليب بسرعة برضو بدكم ترجعوا تحركوا ممكن تستعملوا كمان الخفاء أكيد ننزل الحليب شوي 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 بده ليتحمص هلا الطحين وبعدين رح ننزلهم هلا لإضافة البيضة رح أترك عندي حليب بالآخر شوي رح أخفقه مع البيضة وأحطه معاهم برضو دايركت ضروري بيضة ولا البيضة مش ضروري بس هي صراحة باليونان عادة بحطوا بيضة بس هو ممكن تستغنوا عنها إذا حدا بده يعملها بدون بيض بيقدر كمان أكيد لأنه البيض هو بيعطي كثافة وبيعطي سمك للبشاميل فإحنا بما أننا اليوم مستعملين حليب عادي ومستعملين حليب بودرة كمان فيعني قصدي سائل وبودرة فخلاص بتكونوا أخذتوا الدسامة اللي بتكون إياها مع الزبدة بس هي أصولها عادة المساكة اليونانية بحطوا فيها بيض بشاميل إحنا رح نمشي على أصولها على أصولها هاي رح أنزلهم هلأ هيك ونحرك بسرعة 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 وزي ما حكينا بعد كل إضافة تحريكة سريعة حتى ما تكبتل تمام معناته رح نتركك براحتك شيف هانيا رح نطلع لفاصل صغير من بعدها اكيد رح نرجع بكون البشاميل جاهز معنا خلينا نروح لفاصل يعني احنا رجعنا لكم على المنظر اللي بوجع القلب بالوربات اللي جنبي يعني مش معقول منظرهم على الشاشه طبعا شكرا للصالون الاخضر على الحلو اللي دائما بيقدموا لنا اياه خلال الشهر الفضيل واكيد طبعا شيف هانيا يعني الوربات انا بحبها كثير انت بتحبيها يعني بموت عليها الصراحه طبعا لا يعلى طبعا عليها بصراحة. هي خاصه الكنافه هاي الصراحه بتجنن عن جد بتكون بتشهي 100% انا كثير بحبها صراحه يعني من الوربات بحب البقلاوه كثير كمان كثير بحسها طيبه البقلاوه تبعتهم طيبه وهذيك المره كمان كنا عم نتذكر انا وتمارا وبرازقهم طيب كثير عندهم اشياء طيبه وكل شيء عن جد كل شيء طيب عندهم طب شيف هاني احنا رجعنا لحتى نطبق المساكه فاحنا بدينا قبل الفاصل اذا بتتذكروا عملنا البشاميل حكينا كيف بينعمل وكمان الصوص اللي رح نعملها اللي هي صوص البندورة على فكرة هاي الأكلة أنا بتعرفي ليش بحبها فينتا لأني بعملها على الفطور إذا زادت عندي بناكلها على السحور حلو لأنها طيبة يعني صح. هيك زاكي من الأكلات خفيفة الزاكية. كمان خفيفة هلأ بالنسبة لصوص البندورة اللي عندي بدكم تقلوا بصلة مع لحمة مفرومة وتضيفوا لها بندورة لحد ما تعطيكم هذا الشكل أنا رح أزود لها شوية بندورة زيادة وفيكم كمان إنه عشان تقلوها أكتر وأكتر يعني غير رب البندورة اللي حطيناه ممكن تحطوا من مكعبات البندورة اللي من دوبي رح تعطيكم طعم رائع هلأ في إشي إضافة جديدة من أول ما بدينا البرنامج بهذا الرمضان وأنا عيني عليهم عم بتطلع اللي هم بهارات اليونانية اللي هي هاي اللي هي من أصول الكرم أنا حاسة والله أنت يعني بتيجيك الأفكار من أسماء البهارات هي بالضبط هيك هي بالضبط هيك بتيجي الأفكار من أسماء البهارات قلت بهارات يونانية فطور يوناني بيطلع زاكي اكيد ففتحتها شميتها ريحتها بتشهي فيها الفلفل الابيض الزنجبيل جوزة الطيب قرفة فيها شوي فيها توم بودرة لومي الفاتح المطحون شوي يدخل انجان فيها حلو. فريحتها بتشهي وكتير زاكية ورح استعملها اليوم اضيفها على اللحم اللي عندي أوكي. حطيت منها شوي وهي رح ارجع احط كمان شوي صغيرة منها هي كمان نسرة صغيرة بتقدروا تحطوها على البهارات اللي هون بتقدروا تحطوها كمان على البشاميل هيها رح تتحرك معهم مزبوط هي نرجع نحط كمان شوي هيك
يعني ورح نحط ونحركهم مزبوط طبعا. أنا بالاضافه ما لا استني وين رايح فيها؟ ليه بدك تشميها؟ هاي بدي اعطيك تشميها. ما بقدر لازم اشم البهارات انا. ورح احط كمان اكيد رشه فلفل اسود كمان. ريحتها بتذكرني بشيء مش قادر اتذكر. يوناني صح؟ بتحسي حالك باليونان هيك ريحتها كثير زاكي عن جد. عن جد طيبه. هلا رح ارجع استعملها بالسمبوسك نفسها. هلا بس بالنسبه للبشاميل، البشاميل عاده انا بحب احط له اكثر شيء جوزه الطيب، لانه جوزه الطيب طيبه اللي فيه، فبرضه استعملتها من عند اصول الكرم هيها. واحسن شيء انكم تبشروها دايركتلي، دائما جوزه الطيب مو طيبة إنها تكون مبشورة عندكم من قبل، بتكون طعمتها رايحة شوي، هيك بتضمنوا إنكم تاخذوا طعمة 100%. يعني أنا مسكتها اليوم كسرتها وهيك وبشرتها هيك نزلت كلها، فهيك بتطلع عندكم أطيب وبتضمنوا إنكم تاخذوا طعمة تكون أقوى وأقوى. يعني نزلت كل نص الحبة، نص الحبة أنا قد ما أنا متشوقة. طيب طلعيها وينها؟ هيها امتى؟ اوكي بلاش تطلع بتوب حدا وهو صايم. اوكي طيب هلا بالنسبه لتطبيقها، هلا هي المساكه او المسقعه ايش هي بتكون عباره؟ بتكون زي اللازانيا، هي طبقات باذنجان، طبقات بطاطا، وبيناتهم صلصه اللحمه. حلو. وبالاخر بتكون طبقه البشاميل هاي الخميله الزاكيه. هلا طبقه البشاميل اللي احنا هلا هون عملنا البشاميل، رح اخذ منه معلقه بس معلقه رح أضيفها على صلصة البندورة اللي عملناها هون. أوكي. ليش؟ حتى تصير عنا هيك كريمية وتاخد طعم يعني تشبك مع بعضها أكتر. حلو. هلأ الإشي تمام. التاني، الإضافة التانية اللي أنا بحب أعملها على هاي الأكلة، اللي هي رح أحط نقطة جبنة موتزاريلا مبشورة، رح أحطها على هاي. أوكي. ورح أحط شوي هون تمام. بس رح أقلي هاي أنا حطيت عليها قبل الفاصل على فكرة، مشان هيك هي عم بتموت. ورح أخلي الباقيين أحطهم على وجه الصينية اللي بتضل عندي. هلأ بالجاط هاي صاروا أغراضي كلهم جاهزين زي ما أنتوا شايفين. عندي صلصة اللحمة معمولة بطريقة صح، وزي ما قلنا حطينا لها معلقة من البشاميل عشان هيك تصير عندكم كريمية. أوكي. هيك وبتشهي مع البهارات اليونانية اللي حطيناها، مع كله هيك الطعمة كلياتها سبكت مع بعضها. والبشاميل زي ما حكينا كمان حطينا معه شوية جوزة الطيب مع شوية بهارات خفيفة، فهلأ الأشياء اللي عندي كلها منكهة. حلو. هلأ رح أحط بالجاط اللي عندي شوية من الزيت حتى ما تلزق فيه الخضار. تمام. أوكي. ورح أصفت فيه البطاطا. البطاطا أنا مستعملة بطاطا مسلوقة اليوم. أوكي. في ناس بتحط بطاطا مسلوقة، في ناس بتحب تحط بطاطا مقلية، هي أصولها بالبطاطا يعني بيزبط الشكلين، يا أما مقلية أو مسلوقة. هلا الاساس المفروض انه من تحت البطاطا تكون وبعدين وبعدين باقي الاشياء. أوكي. في ناس فانيتا بتعملها بالعكس، في ناس بتهرس البطاطا. أوكي. وبتحطها على الوجه. حلو. يعني في لها طريقتين. صح، انا بصراحه هيك جربتها اظن. وانا حتى انا مجربتها بتكون البطاطا مهروسه ومحطوطه فوق. صح جربتها وقتها زاكي. كانت بقبرص، كانت هيك معموله. ايوه صح، البطاطا كانت فيها مهروسه. صح. خلص هي هم رح نحطهم هيك. بقولوا لك نطلع فاصل، بدي اصفط. خليه يترجونا اكثر ولا نطلع فاصل؟ ايش زي ما بدك. طب احكي لهم ايش بدك تعملي بعدين. فاصل. رح احط اول شيء رح اصفط الباذنجان ورح احط طبقه من البندوره. اوكي تمام. معناته هلا رح نطلع لفاصل. خلص عشان علي حرام بنطلع لفاصل صغير ومن بعدها اكيد نرجع لكم. يلا الحمد لله رجعنا معكم وكملنا الحلقة، ورح نكون كمان هلأ بوصفات شيف هانيا، والوصفة الثانية رح تعملها. هلأ بدنا نعمل السمبوسك اليوناني. هلأ المسقعة خلصناها أنا وياكم زي ما حكينا على الطبقات، ونحطت بالفرن. بدها بالفرن مية على درجة حرارة 180 تقريبا، بتاخد من 40 ل 45 دقيقة لتطلع عندكم بهداك الشكل الحلو اللي انتو هلأ شفتوه. هلأ السمبوسك اليوناني ايش بفرق عن السمبوسك العادي؟ انه احنا حاطين فيه جبنة فتة. فهي هذه عطته هذا التويست تبع الاكل اليوناني، حاطه فيه جبنه حلوم لانه هم بيستعملوا الحلوم، فانا حاطه حلوم جبنه فتة، وحاطه كمان اليوم جبنه تانو لانها حلو. طيبه جربتها. صح. مع السمبوسك زاكيه كثير. فحطيت هدول التشكيله من الاشياء اللي كمان رح تكون اضافه لهم اللي هي البهارات اليونانيه، رح نحط منها رشه خفيفه كثير لاني ما بدي تغطي على هي طعمتها كثير كثير زاكيه. صح. بس ما بدي تغطي على طعمه الجبنه مع السبانخ. أوكي. هلا السبانخ بنقليه شوي مع البصله ليدبل، وبعدين رح نضيف عليه باقي الاجبان اللي زي ما حكينا، رح نحط حلوم. هي انا رح ارجع اخلط فوقهم هدول. اوكي. ورح احط فوقهم الفته كمان كامله،
انت كنتي لانه انت كنتي حاطه شوي يعني كنت حاطه شوي فزتهم وهي رح نحط التانو كمان مزبوط ورح نحطها. يلا ناخذ الوصفه. احنا ما اخذنا المقادير. اوكي رح نطلع للمقادير. مقادير اللي شفتوها هلا خلص وصلكم، بس بنطلع للمقادير على كل حال. يلا لا صينية السمبوسك اليونانية، في عنا عجينة سمبوسك وعنا جبنة فيتا، جبنة تانو وعنا كمان جبنة حلوم، عنا بصل مفروم وكوبين سبانخ مقطع، ملح، فلفل أسود من أصول الكرم وزيت الكرم للقلي. طبعا جبنة التانو غنية بالكالسيوم والفيتامينات، وغير هيك كمان فيها زبدة وكتير كتير طيبة، يعني لكل ما جربها لازم يجربوها صراحة. أكيد 100%. هلا السمبوسك تبعنا بدنا نعمله. هلا أنا ليه مسميتها صينية؟ لأنه إحنا بدنا نحطهم بالصينية، يعني رح نحشيهم وبعدين رح نحطهم بالصينية. هاي عندي عجينة السمبوسك، بتقدروا تلاقوا أي نوع أنتوا بتحبوه عادة بتفضلوه بتقدروا تجيبوه. رح أحطها ورح ألفها زي ما حكينا بحشوتها اليونانية. فهي هذا الاشي اللي هي غريبة فيه، رح نلفها هيك لحد ما شايفة بنت بطلعي علي يصير طلعي قديش انا شاطرة بلف السمبوسك. لا انت سريعة وشاطرة، بس مثل ما حكت هي ما رح تلف لكم غير واحدة. ما رح الف غير واحدة، فهي هيها رح نقليها بزيت. فينا الباقي؟ لا لا خلاص بس واحدة. فرح نلفهم لحد ما تعملوهم كاملين. زي ما قلنا هم رح يتميزوا بالحشوة تبعتهم إنها غريبة مش زي اللي بنعملها دائما. بعدين رح أجيب عندي جات بتحمل الحرارة، جات فرن. رح أصفت فيه اللي أنا قليتهم السمبوسكات. رح أحطهم هيك. أول إشي رح تقليهم واحدة واحدة. أول إشي رح أقليهم، يعني هي حسب نوع العجينة، في عجينات ما بدهم قلي، بنشوي شوي بالفرن أو بالمقلاة الهوائية اللي بدكم إياه طبعا. رح أصفتهم عندي بالجات هيك، وبعدين رح أحط عليهم صوص بندورة. أوكي. خفيفة مش كتيرة، بس رح تعطي طعمي عن جد زاكية. حلو. هذا هيك يعني إشي من نوع المقبلات، إذا بدكم تعملوا إشي تغيير هلأ برمضان مع العزايم ومع الهادي فهي فكرة حلوة. نعم فهيهم. رح أخذها، ما بعرف كيف بتبين عندكم على الصينية مبينة. على الصينية مبينة. طالما أحلاها. أوكي. أوكي ممتاز. فرح نحطها بهاي الطريقة. بتجيبوا أي صلصة بندورة عندكم إياها، صلصة منزلية يعني اللي هي فيها زيت زيتون، فيها بصل وفيها شوية ثوم وبندورة. اللايم السحور يعني. أيوة اللايم السحور. بتحطوهم هيك على الوجه بهاي الطريقة. هي بتكون زي الصينية يعني إنها أخذة كأن يعني ما عم تاكلي سمبوسك ناشف، عم تاخذيه مع شوية صوص خفيفة. حلو. ما رح أكتر أكتر من هيك، هيك بكفي. ونرش عليها رشة من الجبنة. اوكي. وراح ادخلها على الفرن يدوب 5 دقائق وبرجع بطلعها. والله لذيذه الفكره صراحه، فكره جديده يعني. أنا طب هلا هم كيف بيعملوها؟ انت عملتي ميكس ما بين اليوناني والعربي صح؟ مزبوط صح. هم ايش بالعاده بيعملوا؟ هم عندهم شيء، لا انا بدي اقول لك شيء، سؤال ذكي الصراحه حبيته. هم عندهم شيء اسمه سبانيكو بيتا. أوكي. اللي هي عباره عن رولات، بيجيبوا عجينه الفيلو بيستري بتكون فيها سبانخ وفيها جبنه، بيعملوها اما طبقات او بيعملوها زي الحلزوني. انا عملتها قبل هيك. أوكي. على التلفزيون. فهي هذا هو السمبوسك اليوناني تبعهم. حلو. بتكون عجينه فيلو بيستري زي ما قلنا، هي اسمها سبيناكو بيتا اللي هي يعني من سبينتش، سبيناكو بيتا، ومعاها الجبنة الفتة، وبتنعمل زي ما قلت لكم رول. أوكي. انا مزجت بينها وبين احنا سمبوسكنا العربي، استعملت نفس الحشوه اللي فيها. يعني هي مبتكره الصراحه. هم بحطوا برضو فوقها البندوره وبحطوا فيها. أيوه فوقها الجبنه. في منهم بحطوا فوقها البندوره. أوكي. فهي رح نحط عليها رشه سمسم وندخلها على الفرن. حلو. هيك صارت خالصة. تغيير عن العادي يعني تغيير. صراحه متعودين عليه يعني. اذا حدا بده شيء هيك في تغيير فهي لمسه فيها شيء تغيير. يلا الى الفرن. إذن. الى الفرن. طيب شوف معناته معنا وقت ناخذ مقادير الوصفه اللي وراها، ولا بدنا نطلع لفاصل، ولا وين نروح، ولا شو بدنا نعمل؟ تاخذ الوصفه اللي وراها. ايش ناخذ؟ الفتوش اذا هيك. للفتوش يلا نروح للمقادير.
فتوش يوناني عندنا 4 حبات بندورة و3 حبات خيار، زيتون أسود، حبتين فليفلة حلوة، علبة حمص حب من الكرم، جبنة فيتا وخبز مقلي وبقلة، وعندنا بصل أخضر مفروم. وعندنا للصلصة 3 كوب زيت زيتون، 1/4 كوب خل من الكرم، معلقة كبيرة عسل، معلقة صغيرة خردل، سنتوم مهروس وزعتر ناشف. شوف هانيا، فتوش يوناني. فتوش يوناني برضو بشهي. شو الفكرة؟ اليوم الفكرة إنه برضو باليونان عندهم، وهو الواحد أيام حلو إنه يبتكر فنطة، صح؟ 100%. فهم بيستعملوا كتير، بيستعملوا جبنة الفتة، وبيستعملوا كتير الزيتون الأسود كمان. صحيح. وبيستعملوا كتير مع الأشياء السلطات تبعتهم اللي هو الحمص الحب. أوكي. فأنا اليوم مستعملة حمص حب من الكرم. بدي أشوف هي هالعلبة. أوكي. فحلو، هي نفس فكرة سلطاتنا، بس أنا دخلت معاها الخبز عشان قلت هيك إنه حتى يبين إنه هو عن جد إنه فتوش، ويعني بتكون هيك تويست خفيفة على الفتوش اللي بنعمله كل يوم برمضان. حلو. صح ولا لا؟ صح 100%. ما هي؟ يلا غريب الفكرة كمان إنه فيها حمص وهيك، أنا يعني مش كتير مرات بشوف يعني على الانستغرام بيكونوا حاطين وصفات انه فيها حمص السلطات تحديدا، صح؟ فبحب انه اشوف هيك شغلات، بس ولا مره جربت. حلو اشي هيك تغيير، انا بحب الاشياء التغيير. هلا الحمص اللي عندي انا مستعمله حمص الكرم اكيد. حلو انه هيك شوي نشوحه على النار. اوكي، هي حبته هيك صغيره وبتشهي، فرح احطه زي التحميصه. انا طبعا فتحتها هاي قبل هيك، رح احطها بس تاخذ لها هيك لون على الغاز. أوكي. ورح احط لها رشه صغيره من البابريكا. واحده من الافكار الحلوه على فكره شوف هانيا كمان، انه لو في اير فراير نحط الحمص جوا الاير فراير مع شويه بهارات من اصول الكرم ونحطهم ممكن بعدين على السلطه. ممكن، يعني فكره منيحه، يعني فكره شوي غريبه ممكن. طيب هلا رح نحط عندي زي دائما بالفتوش بنحط شويه هيك خس اللي هو الكون البد اللي عندنا او السرير الاوراق اللي بيقولوا لها، هيها رح نحطه بهاي الطريقه، وبعدين رح ارتب عليه اغراض الفتوش اللي احنا متعودين عليهم. اوكي، اللي هم زي ما حكينا رح نحط الخيار. اوكي، انا جعبالي احطهم على شكل خطوط اليوم. حلو هيك، عشان كل مره بتعمل لنا لوحه فنيه احلى من اللي قبلها. شوف هانيا حبيبتي، هي قلنا هيك عشان بتعرفي والله الواحد برمضان بده شوي هيك يغير، يعني حلو يستعمل نفس الاشياء اللي بيستعملها دائما بس يحط معها هيك تويست خفيفه حتى يحسوا اهل البيت انه شيء تغير. يعني انا حاسه هيك احنا عاملين ميكس ما بين الفتوش العربي وكمان السيزرز الجريك سالاد. صح؟ ايوه صح مزبوط. أوكي. هي جاي بين الجريك وبين الفتوش. بس مين بده يصير له نفس ياكل بعد ما يشوف هالمنظر الحلو ويخربه يعني؟ ما هو والله اللي بيكون جوعان وصايم اكيد ما رح يهمه. ما رح يهمه. معك حق، صح. انا عندي بالبيت بكون حاططهم بقولوا لي خلص احنا بدنا نهجم بدنا ناكل هلا خلص. انه ما بتوفي معهم. لا بالاكيد. بس يعني هيك عم بطلع عليه لرمضان كيف مرق كثير كثير بسرعه. عن جد 16 يوم صاروا مارقين منه. هي الحمص كان حلو هذا رمضان. كان حلو وخفيف. ورجعت هيك ايام الجمعات. بتعرفي شو حاسه كثير اغلب الناس كان عندهم مود التسطيل برمضان. هذا 100% هذا موجود. صح مزبوط. هي رح نحطهم هيك بهاي الطريقه. أوكي. ونفس الشيء من هون. يا عيني شو المنظر ما احلى. شايفه وهيك قرشه الخبز، الخبز ممكن يقلوه ممكن يحطوه على الاير فراير. والله عن جد حلو. اي بهاي الطريقه. هلا رح نحط عليهم الزيتون الاسود زي ما حكينا. اوكي ايوه هيك، وراح نحط عليهم الحمصات. هلا بس كان بدنا صحن شوي اكبر بس راح يطلع اكيد. بس كثير حلو المنظر صراحه. ايهم هيك. أوكي. يعني الواحد بده يغير شوي صراحه فنتا بده يعمل. هي تنفع للسحور كمان. تنفع للسحور. انا بس هاي عن جد عندي فضول العسل مع الوصفه هاي مع صراحه. العسل. هو لانه بالصلصات عاده اليونانيه بدخلوا العسل معاهم، فحلو هاي الفكره انها داخله. هاي لنحطهم كلياتهم، ما بدي اخلي ولا شيء. اوكي حلو.
اوكي طيب هاي هدول نقيمهم عشان نعمل الصلصه. يا عيني ان شاء الله. اه وال هاي أوكي. كيف رح يطلع الصلصه فكرك مع العسل؟ الصلصه الدريسنج طعم الحمص مع العسل انا بيطلع كثير زاكي. بيطلع كثير زاكي. فهلا رح نحط احنا كل مكونات الصلصه مع بعضها. اوكي زيت الزيتون مع الليمون مع الثوم اللي سنة الثوم هيها مع العسل اكيد حلو او ميبل سيرب ممكن كمان كمان صح والماسترد رح نحركهم كلياتهم مع بعضهم هيك. انا كان بدي معلقه صغيره الصراحه هلا بدي معلقه ورح نحط اكيد هيها ملح وفلفل اسود. تفضلي يسلموا ايديكي. شكرا بنتا هيها. عشان فلفل اسود اوكي ورشة صغيرة من الزعتر. فيكم تحطوا زعتر فيكم تحطوا نعناع كمان بيلبق معه. اوكي طيب شيف هانيا رح نضطر نطلع لفاصل يلا بعد أوكي. اذنك اوكي خلص اوكي لفاصل صغير يلا. يعني صراحة عن جد بالقلي عم بقولوا لك انه هي طالعة مثل علم زي الأردن زي العلم صح ألوانها وعن جد حلوة ألوانها هيك هاي من فرحتنا كمان برجوع أكيد سيدنا على البلد أكيد طبعا احنا طبعا بدنا نهنيه بسلامته أول شيء لجلالة سيدنا وبرجوعه كمان. اليوم هو رجع كمان من ألمانيا وأكيد رح نكون معاكم بعد الحلقة ببث مباشر إن شاء الله بعودته للوطن سالم وطبعا الحمد لله على سلامته لأنه قلقنا عليه الحمد لله على سلامته. آه والله صراحة مزبوط كتير كتير قلقنا والحمد لله اللي هيك كل شيء تم بنجاح واشتقنا له ورح يرجع ينورنا كلياتنا أكيد. طبعا شيف هانيا هلا احنا خلينا نحكي انه هدول الوصفات صاروا كاملين متكاملين صح. يونانيين بجننوا ميكس ما بين العربي واليوناني وعملنا خلطه حلوه شو صح. ضللنا وعملنا العلم معاهم وعملنا كل شيء صح ايش ضللنا هلا ضل نعمل هيك عصير سريع برضه ببل القلب تغيير عن القمر الدين وعن التمر الهندي والكل اللي عم نشربهم هلا برمضان بدنا اشي هيك عملنا شويه بوستينج ونشاط ريفرش فرح نعمل عصير ليمون وتفاح وسبانخ ونعناع يا عيني. طيب رح نطلع مع ناتو للمقادير يلا ونرجع يلا. لعصير التفاح والليمون والسبانخ في عنا تفاحتين ليمون كوب سبانخ مقطع نعناع طازج وسكر ومي. طيب شيف اخذ لك هذا من عندك لا بس اسمعي. بحب انا ايدي تدخل على الكادر عند بنت انا كل شيء تكون قاعده وانا بدخلها ايدي على الكادر بيطلع لك بيطلع لك حبيبتي حبيبتي. طب شيف هلا تحديدا هذا بحسه زي اللي بيعملوه لرفع المناعة ممكن صح. كمان لما الناس بيعملوا ديتوكس بحسهم كمان أيوة صح لتنظيف السكر مزبوط 100% بس بدون سكر أوكي. بس بدون سكر بكون صح تمام. فهلا العصير اللي عنا زي ما حكت فانيتا أيام بكون خاصة هلا برمضان قد عمالنا بنخبز وبناكل أشكال وألوان وحلو كل الأشياء ما بنقدر نمسك حالنا فبده الواحد إشي حتى يعمل ديتوكس. هلا رح أحط مي أكيد رح أنزل عليها التفاح اللي عندي هيهم حطيناهم التفاح ايش ما عندكم اخضر احمر أوكي. كله بيطلع طيب معاه حلو ورح نحط عليهم كمان سبانخ قد ما بدكم. هلا هو هذا المشروب في ناس بتقول له المشروب الاخضر اوكي فهي رح نحط هون سبانخ ورح نحط عليه كمان نعناع ويفضل انه يكون نعناع تازه هلا وبنحط له سكر. هلا السكر بيرجع لكم كميته اذا بتحبوا تحطوا عليه سكر كتير سكر قليل اللي بدكم اياه ورح نحط حبات الليمون المقشرين اوكي وزي ما قلنا السكر بضل راجع لكم يعني ما تكتروا كتير بتقدروا تحطوا كمان عسل او عسل ميبل بديل السكر بديل السكر ميبل سيرب اللي بدكم اياه اوكي اظن تمام. هاي رح نحطه هلا على البلندر اوكي و موسيقى يلا موسيقى
اوكي شيف هانيا. ايوه اللون بسطل، لونه بجنن، وانا متاكده انه لسه طعمته رح تكون اسكى. والصراحه طيب، انا هذه من العصائر اللي بحبها كثير، حتى برمضان حلو. بحبها، يعني من الاشياء المفضلين عندنا. اوه ايه، ايش في شيء كسر؟ مش عارفه، زبديه. ما انكسر شيء، ما انكسر. لا عادي، لا عادي. ما انكسر شيء، احنا عم نعمل لكم سحر، ما صار شيء. لا يلا اوكي، لا مو مبين شيء. هي رح نحط هون الكاسات. تمام، هيك رح نزينهم بشيء، بدل العين بتاكل الصراحه. صح، العين تشرب. تشرب وبتاكل وبتشوف كمان كل شيء. اوكي نحطهم هيك. يا عيني شو احلى لونه، بجنن الصراحه. وزي ما قلنا تغيير عن عصائر رمضان 100%. آه. اليوم كان هيك يوم حاولت أقدم لكم فيه أشياء مبتكرة هيك عشان تكونوا غيرتوا بنص رمضان. صح. فعملنا فطور يوناني عربي، عملنا الفتوش اللي على الطريقة اليونانية العربية، وكمان عملت لكم مسقعة أو المساكة، وعملنا السمبوسك برضو عملته بطريقة مبتكرة بين العربي وبين اليوناني. حلوين كتير الوصفات طبعاً شيف هانيا، ويسلموا إيديك كتير على هالوصفات كتير طيبة. وأكيد إحنا بنشوفكم بحلقة جديدة إن شاء الله. الحلو عندنا زاكي. آه صح، والحلو طبعاً. شكراً للصالون الأخضر اليوم معنا طبعاً، الوصفات متكاملة اليوم. وأكيد إحنا رح نشوفكم بحلقة جديدة بكرة، وتابعونا وتابعوا كل التفاصيل رح تكون معاكم بكرة. أنتي لا ريارة؟ لا صح؟ بكرة يارا. بكرة يارا وتمارا بكرة رح يكونوا معاكم. إحنا بنكون معهم يوم الخميس إن شاء الله. شكراً شيف هانيا. باي باي. باي باي. باي باي. Bye.